هلو جايز، ازيكم؟ ازاي تقول لحد ان انت حاسس بيه او حاسس بالمعاناة اللي هو فيها؟ لو حد عنده حالة وفاة بتقول له I offer my condolences يعني تعازي، I offer my condolences. اما لو انت عايز تقول لحد انا حاسس بيك وانا مريت باللي انت بيه ده قبل كده، ممكن تقول مثلا I feel for you. أو ممكن تقول I've been there so I feel for you يعني أنا حاسس بيك وحاسس بالمعاناة اللي انت فيها. ممكن تقول I'm sorry ببساطة جدا، I'm sorry to hear، وتقول مثلا الحاجة اللي انت حاسس بالعطف أو التعاطف ناحيتها. ممكن تقول It's a shame لو انت شايف انه ان ده برضو حاجة صعبانة عليك انها تحصل. It's a shame. It's a shame ليها كذا معنى. واخر حاجة ممكن تقول، ودي مجعلصة شوية، ممكن تقول I sympathize with you يعني اتعاطف معاك، انا بتعاطف معاك. Thank you so much، اتمنى الفيديو يكون فادك. لو عجبك دوس لايك شير سبسكرايب على اليوتيوب، واشوفك الفيديو الجاي. باي باي.